انتي وين بتحطيهم بالعادة؟ شو هنن؟ على شو عم تدوري؟ ما في شي بينشرب عندك؟ ايه هون عندك بالبراد فوق رح تلاقي عصير بردقان، بس انا رح اعمل قهوة مشان فيق وصحصح. لقيته. شو عم تعملي انتي؟ اكيد جنيتي من الصبح بدك تشربي؟ جيهان، لك انتي شو عم تساوي؟ إذا ما شربت ما رح أتحمل. تتحملي شو؟ لك فهميني شو الموضوع. خلصنا بقى اتركيهم. لو بتعرفي شو صار امبارح ما كنتي رح تمنعيني. بدي أشرب وطالع لجواتي. طيب مثل ما بدك، بركي بفهم شو صاير معك. انتي ومين؟ انا وجود. يعني فمي، يعني اخيرا انفصلتوا وفهمتي انه انتم مو لبعضكم؟ ايه فهمت. هو ما بيشبهني ابنه لانه هو شاب بياخد العقل. بس لحظة، انتي شو عم تقولي؟ شي بتقولي عشقانتي وشي بتقولي انفصلتوا، هو تركك؟ عرض علي الزواج، بس أنا شو عملت؟ قلت له لا، قلت له هلا ما بقدر. ليش؟ انتي شو رأيك؟ بسبب عروة. هو وبهالحالة ما فيني اتزوج جو. تعرفي شو، انا قلبي محروق كتير. انا ما فهمت شي لهلأ. قلتيلي ما قبلتي تتزوجي بس خليتي الخاتم معك. لك ما قدرت انه طالعه من اصبعي. بعدين جهد قال لي انه اصابيعي سمنانه. اوف عايدة اوف. لو بتشوفي اللي محضره، يعني الورود والقضوية وكل شي كان حلو كتير مثل الافلام. ايه خلصنا رومانسي، فهمت، لعيتي لي قلبي. هاتي لاشوف الخاتم. حلو كتير ما هيك؟ مع انه سادة بس حبيته كتير. يعني برأيي كتير بسيط ولازم ترجعي له اياه لانك رفضتي، ما هيك؟ عايدة اشتقت لجود كتير. حاجتك بقى، لسا امبارح كنتم مع بعض. بتعرفي انه صار مارق 14 ساعة؟ حتى 14 ساعة و 12 دقيقة. خلصنا جيهان، حاولي تفيقي. يا ريت لو بسمع صوته لآخر مرة. هاتي لشوف الموبايل. بتصل وبخفي رقمي، بسكت وما بحكي ولا كلمة، وهو أكيد ما رح يعرف مين وما رح يفهم شي. قلتلك لا، هاتي لشوف ممكن تعطيني. شو صار لك فجأة؟ مو أنتِ كنتي عم تقنعيني إنه لازم آخذ قراري وعيش مبسوطة مع اللي بحبه وأنسى عروة، شو تغير معك؟ عروة تغير، الظروف تغيرت، وعروة عمل الحادث، رجع من الموت وخسر صوته، شو بدك أكتر؟ مزبوط، نحن بحاجة للوقت، بس أكيد عروة رح يتحسن ورح يكون منيح. وبعدين أنا وجود بنرجع لبعضنا ورح نكون مبسوطين كتير. هو متضايق ومعصب مني بس بيهدى. جود اصلا بالاول بيعصب بيعصب وبيعيط، بس بعدين بفكر وبيسامح ورح يسامحني ويفهمني. الو امراه سيابيس؟
إيه أنا راسي يابس. جود أنا كتير آسفة، مو بقصدي اللي صار مبارح. أنت شربانة شي؟ لا، يعني شربت شوي صغيرة مو كتير. هي مبين أنت ما بتعرفي تكذبي حتى على التليفون. ما بعرف أكذب، ما هيك راسي يابس وكمان ما بعرف كذب. هاتي هالتليفون لشوف. شو عم تعملي عايدة؟ ما رح أسمح لك تأذي البنت أكتر من هيك، فهمت؟ عايدة رجعي لي التليفون. لما بتعرفي الحقيقة بتتشكريني. لسه ما حكيت لها حقيقتك، لأنه هلأ إذا عرفت باللي عملته حضرتك ما رح توثق فيك أبدا. خلصنا عايدة، اسمعي، هي ما قبلت تتزوجني. لا تقولي شي وإلا بتزعل. أنا زعل هاد؟ أصلا لما رح تعرف الحقيقة رح تنبسط. ألو عايدة، عايدة غبي. عايدة ليش هيك عملتي معه؟ هو معصب مني ومقهور. هلا بعد اللي عملتيه ما بقى يسامحني، شو بدي اعمل انا؟ فهمنا بقى، هو شو عمل لحتى يستاهل كل هالحب هذا؟ قليلي. انا بحبه. بعدين انت قديش صار لك بتعرفي؟ عايدة قولي يلا، انت شو يلي بتعرفي عن جود؟ ليكي قبل ما احكي اي شيء قومي غسلي وشك وانا رح اعمل لك قهوة لتصحصحي، ماشي؟ لا عايدة انا ما بدي قهوة، لما اصحى رح اتوجع. تركيني نام هيك ولا تفيقيني. ايه جيهان لو سمحتي ما بدي اياكي تسمعي اللي بدي اقوله وانت بهالحالة، فهمتي علي؟ يلا قومي غسلي وشك، يلا جيهان. بدي جود يجي لهون، يجي يمسك ايدي بقوة ويرجع يقلي ام راسي عبس. اوف جيهان انتي وين وانا وين يا بنت؟ لك اسمعيني. ما رح اسمعك، ما بدي. رح احكي لك ماشي؟ إذا صحصحتي رح أحكي، وإذا ما صحصحتي رح أحكي، رح ضل أحكي لحتى حضرتك تنسي لهاد جود. بس أنا ما بدي أنسى بنوب جود بالحقيقة. أوف ما بدي أسمعك. جيهان عم تتصرفي مثل الأولاد الصغار. طيب أحكي لشوف يلا. ليكي جود بصراحة هو هو يعني جود اللي سرق لك قلبك، هو مانو مثل ما انت شايفتي؟ طبعا مانو مثل ما اني شايفته. يا ريت تفهمي علي، انا كنت مفكرته واحد غريب عني وما بعرفه، بس طلع هالشاب عنده قلب طيب ومليان بالحب كمان. هذا اللي فهمتيه من اللي قلته جيهان؟ لك بس لو بتسكتي شوي وبتخليني كمل لك. احكي عم بسمعك حتى لو عيوني مغمضين. طيب ليكي معناها انا رح اعمل لك قهوة ماشي؟ يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.